ورجعنا لكم من الفاصل اعزائي المشاهدين، ولسه مستمرين في ثاني فقرات برنامجنا. منورني النهارده في الفقره الثانيه الاستاذ محمد فاروق حكم افندي، مرشح لعضويه مجلس النواب عن دائره مدينه نصر مصر الجديده. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد، منور النهارده في الاستوديو. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. بادئ ذي بدء نهنئ الشعب المصري والامه الاسلاميه بحلول المولد النبوي الشريف، ونهنئ شعب مصر وجيش مصر بمناسبه احتفالات اكتوبر. نعم. والقائد الاعلى للقوات المسلحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. استاذ محمد، في البدايه عايزين نعرف دائره مدينه نصر ومصر الجديده، من هو الاستاذ محمد فاروق حكم افندي؟ محمد فاروق حكم افندي مواطن بسيط، صاحب مركز صيانه. نعم. اعمال هندسيه، متزوج وعول، لدي من الابناء 4. نعم. دكتوره فريال طبيبه اسنان. نعم. مصطفى جامعه بني سويف. سيف ورانيا مرحله ابتدائي. نعم. شعاري لقد خلقنا لنعشق لنعبد الله ونعشق الوطن. اكيد طبعا. استاذ محمد، من خلال متابعتنا الفيديوهات حضرتك واللي مؤيدينك بيقوموا بنشرها، دايما بتاكد على فكره النزول للانتخابات، ودايما بتحارب او بتحذر اهالي دايرتك من ظاهره شراء الاصوات وظاهره المال السياسي، بتشوف ده ازاي يا فندم؟ والله هي ظاهره سيئه جدا. نعم. ظاهره يجب قتلت بحثا. ظاهره شراء الاصوات. نعم. احنا بقالنا 30 40 سنه بنعاني من ظاهره شراء الاصوات. نعم. الناخب لازم يعرف ان هو بيبيع مستقبل ابنه بكرتونه او ب 100 جنيه او باي حاجه، ده غلط. الرجل الاعمال اللي بيصرف 7 مليون و8 مليون و10 مليون عشان يخش مجلس النواب، ما سالتش نفسك ليه السؤال ده كناخب انه بيدفع الفلوس دي ليه؟ عشان يسن قوانين تحافظ على امواله. نعم. وتحافظ على كيانه هو كرجل اعمال. فالمال السياسي ده عاده سيئه جدا، ويجب أن يسن قانون. نعم. أن يسن قانون. نعم. قانون للرشوة الانتخابية. نعم. لأن الرشوة الانتخابية دي أكلت من حقوقنا كتير. أكلت من حقوق المواطن البسيط كتير. نعم. لما يكون مجلس الشعب أكتر من 80% منه رجال أعمال، وبيمثل شعب العامة منه 90% وأكتر من 90% فوق المتوسط وتحت والمتوسط ومحدود الدخل. نعم. يمثلنا رجال أعمال اللي هم يمثلوا من الشعب حوالي 1.5 أو 2% فقط. نعم. فاللي بيبيع صوته بفلوس انا بشبهه كده باللي بيبيع عضو من اعضاء الجسم. هيجي بعد كده ويشتكي ما فيش خدمات، ما فيش حاجه بتحصل لي، ما فيش الكلام ده نتكلم فيها تاني، لانه. نعم. خلاص انت خدت ثمن صوتك. اكيد طبعا انت خدت ثمن صوتك. نعم. فبالتالي مش عامل لك خدمات. انت لما تروح تقول ابني لي مدرسه، ابني لي مستشفى، اعمل لي طريق. نعم. هيقول لك لا مفيش. نعم. طيب دلوقتي احنا معانا فيديو اسمه محمد بيظهر فيه بعض مؤيدينك، تعال نشوف ونرجع مع بعض تاني. اتفضل. بيان الاستاذ محمد فاروق عن رؤيه مجلس الشعب ومصر الجديده، ان شاء الله خير من يمثلنا ان شاء الله. رقم 8 رمز الكف. بسم الله الرحمن الرحيم، هننزل وهنشارك لان حاسين ان فعلا بلدنا بتتغير، وصوتنا للي يستحقه، صوتنا للمهندس محمد فاروق حكم افندي، صوت الغلابه، صوت الشباب الطموح المثقف. رمز الكف رقم 8 عن دائره مدينه نصر ومصر الجديده، موفق ان شاء الله. المهندس محمد فاروق حكم افندي لعضويه مجلس الشعب عن دائره مصر الجديده ومدينه نصر رقم 8 رمز الكف. بسم الله الرحمن الرحيم، أعيد المهندس محمد فاروق ترشيحه لعضويه مجلس الشعب عن دائره مدينه نصر ومصر الجديده، وبالتوفيق ان شاء الله. أعيد المهندس محمد فاروق حكم افندي عن دائره مدينه نصر ومصر الجديده رقم 8 رمز الكف. أؤيد المهندس محمد فاروق حكم افندي عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة رقم 8 رمز الكف. أنا بأيد الأستاذ محمد فاروق حكم افندي عن ترشيحه لمجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، وهو ده فعلا صوت الشباب وربنا يحفظه. العزوة مدينة نصر بتتأيد الراجل ده، لأن الراجل ده راجل كويس وراجل بيخدم 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 بيخدم. أؤيد محمد فاروق، باشمهندس محمد فاروق رمز الكف، صوت الشباب في الدايرة، وأنا من أبناء مدينة نصر. أنا عن نفسي برشحه بصراحة، ويا ريت يبقى هو رمز الشباب ورمز الجيل القادم إن شاء الله.
استاذ محمد، من خلال تواجد حضرتك في الشارع دايما مع اهالي دائرتك، كلمنا اكتر عن قصور الخدمات الموجوده في الدائره. هو حقيقي اللي يسمع اسم مدينه نصر ومصر الجديده تلقائي يقول لك ده ما فيهاش خدمات، ده تمام 10 على 10 كويسه جدا. نعم. دائره ممكن. نعم. لما يعرفوش الناس ان في اماكن في مدينه نصر زي لا يوجد بها خدمات نهائي. زي ايه يا استاذ محمد؟ زي على سبيل المثال الحصري يعني. نعم. عزبه الهجانه او الكيلو 4.5. نعم. تخيل حضرتك عزبة الهجانة يقطنها حوالي 2.5 مليون إلى 3 مليون. نعم. في حوالي 10 أو 12 كيلو متر مربع. 2.5 مليون ما يعادل دولة من دول الخليج. نعم. لا يوجد بها مستشفى. لا يوجد بها مستشفى عام. نعم. لا يوجد بها مدارس سوى مدرسة ابتدائي، لا مدرسة ثانوي ولا مدرسة فنية ولا مدرسة، هي مدرسة واحدة فقط. نعم. لا يوجد بها نادي شباب. لا يوجد بها بريد او لا يوجد بها اي جهه خدميه خالص. يوجد بها قصور خدمات. قصور خدمات. نعم. يعني عزبه الهجانه تعيش في القرن ال 18. نعم. تعيش في القرن ال 18. الطرق اللي في عزبه الهجانه الى الان لا يوجد بها متر مربع مرصوف. نعم. طرق ترابيه. تخيل حضرتك كم مليون بيعيشوا في طرق ترابيه. الصرف الصحي مثلا. المواسير اللي معموله من 40 سنه. نعم. معمولة لكثافة سكانية مثلا حوالي 100 ألف أو أقل كمان، دلوقتي أكتر من 2 مليون، فتخيل بقى حضرتك الشوارع. طيب. عاملة احنا معايا الفيديو دلوقتي اللي بيظهر قصور الخدمات في الدائرة، يا ريت يا جماعة نعرضه. تمام. تخيل أنت، ما أنا 5 سنين في المكان ده، يوميا أنزل من. نعم. البيت يا دوبك أنزل قمامة ومناظر اكيد طبعا زي ما هو واضح قدامنا على الشاشه. زي ما هو واضح اهو. نعم. القصور شديد جدا، ده مثال بسيط في عزبه الهجان. نعم. القمامه والصرف الصحي من اولويات الاستاذ محمد فاروق. طبعا. او على راس اجنده الاستاذ محمد فاروق الانتخابيه. انا بتكلم حاليا كمان كبقعه صغيره او. نعم. بقعه من بقاع مصر الجديده مدينه نصر. نعم. في عزبه العرب عايزه خدمات. نعم. في مكرم عبيد، في مدينه، في عباس العائد، كل ده عايز خدمات. نعم. في كل جزء معين عايز. انا اخص بالجزء عزبه الهجانه لان انا عايش فيه وشايف ان في قصور يعني، ومش عارف ليه الحكومه سايبه او مش حاطه مكان حيوي زي ده في وسط مدينه نصر في خدمات. مفيش خدمات نهائي. طيب استاذ محمد، بلا شك ان نائب الشعب كلما كان من وسط اهالي دائرته كلما كان أكثر قربا منهم ومن مشاكلهم ومن قضاياهم وأكثر اهتماما بهم، إزاي نقدر نوصل الفكرة دي للناخب في دائرة حضرتك؟ هو الناخب من أفضل يعني من ضمن المميزات للنائب اللي يطلع من وسط الناس البسيط. نعم. إن الناس حاسس يعني حاسس بالناس. نعم. وعارف إيه مشاكلهم وعارف إيه المطلوب إن يتعمل. نعم. السادة النواب الأفاضل السابقين. نعم. بيجوا كل 5 سنين شهر، هو ما بنشوفهمش غير شهر. نعم. بعد كده بننسى اسمائهم يعني، حتى في ناس ما يعرفوش اسمائهم. نعم. فيعني النائب لما يجي اهل دايرته كل شهر كل 5 سنين غير عادل بالمره. نعم. ان انت انا بعتك كشعب انك تمثلني هناك، ما اشوفكش اساسا نهائي، تعال احس بمشاكلي وشوف. لكن لما يكون من وسط الدايره من اهالي الدايره قريب منهم اكيد. أنا طبعا معاهم. أكيد يعني طبعا. انا مش هروح مكان، انا قاعد معاهم. نعم. طيب. استاذ محمد، من المؤكد ان دائرتكم دائره بتتميز بوجود ناخب مثقف وعلى وعي كافي، كيف كانت مقابله فكره ترشح الاستاذ محمد فاروق داخل دائره مدينه نصر ومصر الجديده؟ انا لا اخفيك سرا ان في الاول الموضوع كان فيه تشوك. نعم. صدمه، مواطن بسيط عادي مننا وماشي معانا وبتاع ويرشح نفسه لمجلس الشعب او مجلس. نعم. النواب. نعم. مع ان الميزه ان يكون مواطن بسيط يرشح نفسه لمجلس النواب. نعم. لكن فوجئت لما الموضوع مشي شويه ان في ناس بتنزل لي مخصوص، احنا معاك بنشجعك، بيأيدني معنويا كتير، بيقولوا لي احنا ما كناش هننزل في مجلس الشعب ولا. نعم. كنا هننتخب. نعم. هننزل عشانك انت. نعم. الشباب هناك في مكرم عبيد، عباس العقاد، احمد فخري، في عزبه الهجانه. نعم. يعني لا تتخيل كم المؤيدين. الحمد لله رب العالمين، محبة الناس الحمد لله. نعمة من عند ربنا والحمد لله رب العالمين، واحنا بيهم وهنكمل بيهم، وان شاء الله
هنتقدم بالبلد دي ان شاء الله باذن الله. استاذ محمد، من المعروف ان فكره الترشح للعمل العام او العمل السياسي ان صح التعبير بتنشا من مجموعه رؤى لدى المرشح لبعض الملفات او ما يطلق عليه البرنامج الانتخابي. عاوزين نعرف من حضرتك ما هي الملفات الموجوده في اولويات الاستاذ محمد فاروق حكم افندي، وما هي الرؤى الموضوعه للنهوض بهذه الملفات؟ والله هي الملفات كتيره وشائكه. نعم، احنا حتى لو اتكلمنا في الملفات هنقعد نعم، فاحنا بناخد جزء ملف كده بسيط نتكلم فيه عشان الناس تفهم حتى وجهه نظر نعم العبد الفقير الى الله. نعم اتفضل يا فندم. اولا الدوله بتتبني، اساس بناء الدوله التعليم. نعم، فالتعليم لازم يهتم بيه الدوله جدا جدا، التعليم والبحث العلمي اساس التعليم، واساس التعليم القائم المعلم. نعم، المعلم مهدر حقه، مهدر المعلم لا يبد ان يهتم بيه اكتر. رواتب المعلم لازم تزيد مقارنه برواتب اخرى. نعم، المعلم لما بيروح ما يلاقيش مرتب بيضطر انه يروح للدروس الخصوصيه اللي هي بتيجي على كاهل المواطن في الاخر. نعم، فلابد من الاهتمام بالمعلم والاهتمام بالبحث العلمي وربط البحث العلمي بوزاره الصناعه. نعم، ورجال الاعمال، رجال الاعمال يتبنوا النابغين في البحث العلمي. احنا عندنا في البحث العلمي نوابغ. نعم، نوابغ. نعم، وما عملوش حاجه. نعم، في حاجه مهمه جدا، استقطاب العلماء المصريين في الخارج. العلماء المصريين في الخارج بسم الله ما شاء الله بنوا دول. اكيد طبعا، بنوا دول ودول عظمى، لازم يهيئ المناخ ليهم هنا ونستقطبهم، ويهيئ المناخ دي هي المهم جدا انك تستقطب علماء مصر. نعم، ونرجع تاني للمدرس، المعلم ده مهم جدا. المعلم ده اللي طلع زويل، طلع نجيب محفوظ. نعم، طلع رئيس الوزراء. المعلم من اولويات برنامج الانتخاب. في برامج تانية كتير من ضمنها الصناعات. نعم، احنا في برنامج بسيط كده، وفي مشكله بقالها 40 سنه بتؤرق الشعب وتؤرق كل حكومات مصر. نعم، الخمامه. القمامه. القمامه. نعم، البرنامج يجي الشركه الفرنسيه تيجي مشكله كبيره جدا. اقتراح بسيط جدا، يتعمل في كل محافظه وكل مركز في مصر مصنع لتدوير القمامه زي نعم. في اوروبا، في دول كتير في اوروبا بيعملوا كده. المصنع ده بيشغل عماله وشباب وينتج للدوله، هينتج مليارات. في دول عايشه على كده في اوروبا. مليارات بتوفر للدوله فلوس. طب خلينا نقول دي ان دي مبادره بيطلقها الاستاذ محمد فاروق حكم افندي لاعاده تدوير القمامه. طيب استاذ محمد، بالتاكيد ان لكل نائب داخل المجلس فلسفته الخاصه في التعامل مع ابناء دائرته، سواء من الناحيه التشريعيه او الناحيه الرقابيه، او بخصوص التعامل مع ابناء الدائره اي من الناحيه الخدميه. ما هو السيناريو او الخطه الموضوعه لديكم في هذا الشان؟ انا بس عايز اقول حاجه في الموضوع ده. اتفضل. ان مجلس الشعب دوره في الماده 101 من الدستور، يتولى مجلس النواب نعم سلطه التشريع واقرار السياسه العامه للدوله نعم والموازنه العامه، ويمارس الرقابه على اعمال السلطه التنفيذيه. نعم، ده كده هو ده الدستور اللي بيقول. الدستور ده اللي بيحكمنا، احنا عايشين تحت مظله الدستور، العقد اللي مضينه كلنا كشعب وشرطه وجيش وكل مصر مضين عقد اسمه الدستور. نعم، ينبثق منه قوانين اللي احنا بنعيش بيها. نعم، دستور. دور مجلس الشعب دوره رقابي وتشريعي. نعم، الدور الرقابي والتشريعي اهم جدا من دور الخدمي. نعم، لكن في غياب قصور المحليات وقصور بعض السلطات التنفيذيه نعم فيضطر النائب الى السلطه الخدميه. نعم، او الى الدور الخدمي. نعم، الدور الخدمي مهم اكيد، لكن طبعا قبليه الدور التشريعي. نعم، التشريعي فيه بقى سن القوانين. في قانون اليومين دول كده الشعب والناس والمواطن البسيط بيعاني منه، اللي هو قانون التصالح. نعم، قانون التصالح ما هو مضى عليه مين؟ مضى عليه النائب بتاعك اللي انت بعته، اللي عامل له توكيل عنك انت كشعب، ان هو يتكلم عنك مع عند الحكومه ويراقبها. طيب، وافق عليه. نعم، لو المجلس ده مكون مننا كشعب حقيقي، مجلس حقيقي من مجلس الشعب الحقيقي. طيب، كان هيقول لا، في ال 80 متر دي لا، المنطقه دي لا، المنطقه نعم دي لا، ويبص المواطن البسيط. الحكومه بتبني البلد. نعم، الحكومه شايفه بعين واحده انها بتبني البلد وعامله خطه مستقبليه وجهه نظرها وبصراحه والحق والاحقاقا للحق. نعم، يعني التنميه والنماء اللي حاصل في مصر ما حصلش من 200 300 سنه. اكيد طبعا. استاذ محمد، ده انا المخرج بيقول لي معايا دقيقه. احنا من خلال متابعتنا الفيديوهات اللي مؤيدينك بنشروها على السوشيال ميديا لاحظنا وجود تأييد كبير جدا ودعم كبير جدا من اهل دائرتك. لو عايز توجه لهم رساله او تقول لهم كلمه، تقول لهم ايه دلوقتي في الدقيقه دي؟
بص كده الكاميرا بتاعت حضرتك وجنوب رسالة. انا محتاج اقول لهم كلام كتير، بس اللي محتاج اقول لهم انا منكم بسيط زيكم وانتم مني، ما عنديش رصيد، ما عنديش اموال في البنوك، عندي رصيدي حبكم، وحبكم ده هو ان شاء الله اللي هيخلينا نبقى في مجلس النواب وفي مجلس الشعب بالنيابة عنكم. لكن ليا طلب بسيط، انزل وشارك عشان تاخد حقك الدستوري وحقك القانوني، ولازم عشان كمان انت لو ما نزلتش انت بتضيع حق ابنك. ابنك ده محتاج مدرسة، محتاج مستشفى، محتاج طريق كويس، محتاج طريق ممهد يمشي فيه. وبعد ربنا، بعد ربنا ماليش الا انتم. أنا في النهاية بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ محمد فاروق حكم أفندي، مرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، بارك الله مصر فيك. الجديدة أعزائي المشاهدين، وبكده خلصت حلقتنا النهاردة. انتظرونا إن شاء الله الأسبوع الجاي في حلقة جديدة. تصبحوا على خير.